اهلا بكم اعزائي بفيديو جديد من سكريبتات باش. موضوعنا اليوم هو عن كيفية حذف الملفات التي انشأناها بالفيديو السابق. اذا لم تنشئها فبكل بساطة سأعطيك انا كيفية انشائها، فهذا هو الامر. فلن تكتب الامر التالي جيد للقيام ب generate لهذه الملفات بهذا الشكل. هذا الأمر طبعاً لن أشرحه أنا مجدداً، لكن الهدف منه أنك يجب أن تعرف الموضوع التالي. دعوني أقوم بإنشاء مثلاً ملف جديد حتى أريكم. هذا ملف جديد، سأنشئ ملف جديد هنا، بدأ أسميه delete files وسأضع فيه الأمر هذا حتى تروه بهذا الشكل. طبعاً هذا الأمر أعزائي المهم أن تفهموا منه التالي جيد. أول شيء for loop، كيف تقومون بfor loop؟ for do done هذا الشيء. ففor جيد تكتب تكتب for بداية، ثم done الأمر، وثم done كونها على سطر واحد، فتقوم بتفريق الfor عن الdo والdone بسيمي كولون. الشيء الثاني الذي يجب أن تعرفه هو هذا جيد. هذا عزيزي المتابع لدينا curly brackets. curly brackets يعني دائما تستخدم لشيء expansion. expansion يعني ماذا يعني expansion؟ يعني بمعنى يعني أنك تريد أن تقوم بإنشاء مثلا مجال معين من الأرقام على سبيل المثال. يعني مثلا تريد أن تقول أن أريد مثلا قم بإنشاء لي رقم من 1 لمثلا 20. فلهذا الموضوع قائمة من 1 لـ20، لهذا الموضوع أنت تحتاج الكيرلي بريكت. للقوائم أنت تحتاج الكيرلي بريكت. ففقط هذه أفكار بسيطة ضعها في ذهنك جيد، والوقت المناسب ستقوم بوصل الأشياء معا. طيب هذه الأشياء، هذا الأمر الذي كتبته قبل قليل، نحن قمنا بإنشاء بوقت سابق وأنشأنا بماي فولدر 20 ملف عشوائي. نحن اليوم نريد أن نحذف هذه الملفات، وربما تقول لي سهل جدا، سأكتب remove rf وصحيح 100%، لا يوجد خطأ، أحسن، هذا صحيح. لكن اليوم أنا أريد أن أقول أن أقوم بتعليمك بعض الأشياء بلغة باش من خلال كتابة أمر لحذف ملفات بمجلد. والهدف من هذا هو أن تتعلم سكريبتات باش وأن تبني عليه. فأنا أكتب الشيء البسيط، أنت تكتب الشيء المعقد، أنت تكتب الشيء الذي يعني فيه إفادة أكبر. فالأساس هو أنني أعلم الأساس وأنت تقوم بالشيء الأكبر والأفضل والأحسن، فليس العكس. فأحيانا نفكر الأشخاص أن الهدف هو أنني أنا أكتب الأفضل وأنت تنقل مني، لا، أنا أكتب الشيء الأساسي وأنت تكتب الأفضل، المطلوب منك الأفضل. فإذا تعلم معي لنكتب الأفضل. بداية نحن نريد أن نكتب سكريبت باش، فبالتالي سنبدأ بشيبانج التي هي بين باش. بكل بساطة سهل جدا، هذا يعني أن هذا سكريبت باش. الموضوع الثاني، نحن نريد أن نقوم بسرد الملفات الموجودة بماي فولدر. لكتابة هذا فقط أكتب less my folder، صحيح؟ سهل جدا. لكن أريد أن أضع ذلك ضمن متغير، فتالي هنا سأكتب files يساوي. ليس هذا فقط، بل أنا أريد أن أخذ هذا الموضوع، أخذ هذه النتيجة. فإذا بباش حتى أريد تنفيذ أمر، لتنفيذ أمر نستخدم parentheses، خاصة إذا كان لدينا أكثر من أمر. نحن هنا ليس لدينا أكثر من أمر، لكن نحن نريد أن نأخذ الأمر، نأخذ النتيجة، يعني بالإنجليزية capture، نريد capture أو التقاط النتيجة التي جاءت من less my folder. ليس هذا فقط، بل نحن نريد أن يعني الآن لو قمت أنا بإيكو files بهذا الشكل وثم ذهبت إلى هنا وقمت بless، لاحظوا سيكون لدينا delete files. إذا قمت بless dash L يعني long listing، لاحظوا هذا delete file، أنا هو هذا ليس فيه حق التنفيذ، أنا أريد إضافة له صلاحية التنفيذ. كيف ذلك؟ أكتب ch يعني قل معي ch يعني change يعني تغيير، وثم mod يعني mode يعني تغيير الوضع، أنا أريد إضافة يعني plus تنفيذ يعني x delete file. فإذا عدت مجددا لاحظوا سيصبح هنا هنالك حق التنفيذ لهذا الملف. الآن يمكن أن ننفذه بهذه الطريقة.
فإذا لاحظوا ما الشيء الذي كتبه، كتبه هنا less. لماذا؟ لأنها مرة أخرى يعني لم يأخذ نتيجة هذا. حتى يأخذ النتيجة فيجب أن نأخذ النتيجة من خلال وضعها بمتغير من خلال هذه الدولار ساين. فإذا بداية نحن نفذنا الأمر وضعناه بمتغير بهذا الشكل. فإذا الآن النتيجة، لاحظوا النتيجة سرد لكل الملفات، هذه النتيجة فعلا التي نريدها لكن ليس تماما، لأن هذا عبارة عن string، يعني هذه عبارة عن كلمة واحدة بينها فراغات لكنها كلمة واحدة. نحن نريد array، نريد قائمة، ولجعل هذا قائمة حتى تعمل معنا ما الشيء الذي يمكن أن نقوم به؟ تذكرون كيف قمنا بإنشاء الأداة بوقت سابق؟ قمنا بكل بساطة بكتابة هكذا، يعني عندما أنشأنا الأداة بوقت سابق كيف كانت؟ هكذا صحيح؟ كتبنا هنا file 1, file 2, file 3 هكذا، هذه هي. أو مثلا red, blue، لا أذكر ما الشيء الذي كتبناه، دعونا نبحث عنها. array بالدليل الشامل، ها هي الاراي، نحن درسنا الاراي، لاحظوا الاراي ما هي، هكذا تكتب بهذا الشكل. فبالتالي انا اريد تحويل النتيجه التي الموجوده هنا للاراي. طيب فده مره اخرى لو قمت انا بايكو فايلز، ما الشيء الذي يحدث؟ لاحظوا اخذ اول واحد فقط. لماذا اخذ اول واحد؟ لان هذا عباره عن اراي. حتى اقوم باكسباند للاراي لعناصرها، طبعا هي عباره عن اراي جيد قائم، فانا عندما اقوم بفايلز كانه اخذ اول شيء، لكن انا اريد كلها. فبالتالي حتى اقوم باكسباند لها ماذا احتاج؟ احتاج الكيرلي براكتس التي انا اخبرتكم عنها بوقت سابق، جيد، تعلمناها بفور لوب. فاذا قم باكسباند لهذه الاراي لكل عناصر من عناصرها، وساكتب هكذا ات حتى تاخذ كل عنصر من عناصرها. فإذا الآن لاحظوا لن تروا ذلك فعليا، لكن فعلا هذه أصبحت array. والآن سنختبر ذلك بأين سنختبر ذلك بالفور لوب التي سنكتبها الآن. فبالفور لوب سنكتب 4, 5, n وثم الأداي التي لدينا التي قلنا أننا نكتب هكذا files at هكذا، وثم سنكتب do، هنا سنكتب echo لهذا الفايل، وثم سنكتب done وانتهينا. هذا سأحذفها. فالآن يفترض إذا كان أنا كتبت بشكل صحيح يفترض أن يظهر هذا كل واحدة على سطر. فدلنا فعلا كل واحدة على سطر. فما الشيء فعليا الذي حدث هنا؟ نحن قمنا بإكسباند للأري بالكيرلي براكتس، ونحن اتفقنا ان الاكسباند يكون بالكيرلي براكت وتنفيذ الامر يكون بالبرنتسيز. فهنا بدايه نحن نفذنا الامر هذا البرنتسيز، هذا نفذنا هذا الامر وقمنا بوضع متغير، والبرنتسيز الثانيه ليست لتنفيذ الامر بل لانشاء الري منها. والان هنا اصبح لدينا الري لاكسباند الري لناخذ كل عنصر على حده، استخدمنا هذه الطريقه، هذه الطريقه شائعه ف يعني اهتم بها. فإذا الآن أصبح لدينا اسم كل ملف موجود هنا، الآن نريد أن نحذفه. فكيف ذلك؟ فبداية يمكن أن نكتب ذلك، لنكتب أمر هنا أن بدأت المعالجة مثلا attempting، وهذا الشيء to delete file مثلا، وثم نكتب اسم الفايل لأن الفايل هذا هو اسم، جيد. الشيء الذي كنت أقوله، هذه الجمل التي أنا أكتبها الآن هي شائعة جدا بكتابة سكريبتات باش، يعني عندما تكتب أنت سكريبت باش فأنت يعني بالنهاية ستحتاج أن تكتب مثل هذه التعليقات حتى يفهم المستخدم ما الشيء الذي يحدث. فأنا الآن أحاول حذف هذا الشيء، سأكتب هنا أمر الأمر الحذف لكن لن أحذف، سأكتب أمر الحذف remove folder file، تعرفون هذا التعليق وبالتالي لن يتم تنفيذه. فأنا أريد أن أقوم بحذف ب my folder بهذا الشكل، ب my folder أريد حذف الفايل. طيب لكن إذا لم يكن الفايل موجود كيف سيتم حذفه؟ أنت تقول لي طيب أنت قمت بليست يعني إجباري سيكون موجود. نعم صحيح في هذه الحالة هذا شيء صحيح، لكن ماذا لو كتبت بدلا من list my folder هنا أسماء ملفات معينة؟ وبالتالي يمكن أن لا تكون موجودة، وبالتالي كل السكريبت سيتوقف عن العمل. فالأفضل ماذا؟ الأفضل هنا في هذه الحالة أن أقوم ب
السؤال بـ if statement. if نحن تعلمناها بوقت سابق، if تأخذ هكذا جيد، و يعني تأخذ هكذا square brackets، وهنا نكتب الشرط بداخلها. فالشرط نحن تعلمنا بوقت سابق إذا أردنا كل أمر يحدث، يعني هذا الرموف مثلا، هذا الرموف أو هذا الإيكو، إذا حدث بنجاح فالنتيجة تكون zero exit status. مرة ثانية، إذا كنت لا تعرف هذا فاذهب بالدليل الشامل واقرأ هذه النقطة. يعني لا تفكر أنك تتعلم هو شيء سهل واستأخذه فقط لأنني أنا أتكلم أو أنت تشاهد الفيديو، عليك أن تعود لهذه النقاط إذا لم تكن تفهمها. فإذا هذا الـ exit exit status أين هي؟ طبعا ها هو نتيجة التنفيذ exit status، هذا اذهب واقرأ عنها. لكل أمر نتيجة تنفيذ، إذا كانت الـ exit status zero يعني نجاح، غير ذلك ليست نجاح. يمكن أن أحصل على الـ exit status من أين؟ من هنا، لاحظوا من هذا الدولار ساين والكويشن مارك، ويمكن أن أحصل عليه من هنا. فأنا أريد أن آخر ملف تم آخر أمر تم تنفيذه، أريد أن أحصل على نتيجة تنفيذه. كيف ذلك؟ من خلال الدولار ساين وهذه الكويشن مارك. إذا كانت لا تساوي زيرو يعني هنالك خطأ، وبالتالي هنا لا تساوي not equal zero فهنالك خطأ. وفي هذه الحالة سأكتب then، وهنا سأكتب echo error deleting هذا الفايل. عدا ذلك يمكن أن أكتب هنا else echo أن تم حذف هذا هذا الفايل. فإذا بهذا الشكل، وثم أنهي fi ال f أنهيها ب f. طبعا بعد أن أنتهي من هذه اللوب الواحدة، تكرار الواحد، يمكن أن أضع مثلا هكذا نقاط للترتيب، وأيضا تجدونها بسكريبتات باش. وبعد اللوب كلها أكتب operation completed. فإذا لنرى نتيجة هذا الموضوع، فإذا أنا قمت بـ delete files، فإذا لاحظوا يقول كل واحدة منها attempting delete وثم delete ثم deleted وفي النهاية operation completed. وإذا ذهبنا إلى my folder سنجده، لاحظوا less my folder، سنجد فيه نفس الملفات. لماذا؟ لماذا؟ أنت تعرف لماذا صحيح؟ لأننا فعليا نحن لم نقم بحذف الملفات، أنا قمت بتعليقها. فالآن سأعيدها هكذا. طيب تقول لي كيف حدثت كل العملية إذا لم أحذف؟ الفكرة أن آخر أمر تم تنفيذه هو echo، والإيكو تم بنجاح وبالتالي لم يعطي أي خطأ. الآن آخر أمر تم تنفيذه remove، فإذا مرة أخرى سأقوم بتطبيق الملف و less my folder تم حذف كل شيء. فهذا الشيء، هذا السكريبت، هذا السكريبت جدا بسيط، تعلمت منه الكثير. التطوير الذي يجب أن تفكر به الآن هو التالي، يعني مثلا يمكن أن هنا تقوم بإيجاد طريقة معينة لمعرفة مثلا إذا حدث خطأ. فإذا حدث خطأ هنا يجب أن تكتب operation completed with errors، وثم تكتب هذه الإيرورز أو الأخطاء. إذا لم تحدث بإيرور تقول operation completed with no error. يمكن أن تجرب هنا بدلا أن تكتب my folder هكذا، يمكن أن تجرب أن تكتب أسماء ملفات معينة جيد. وربما تسأل هنا إذا كان هذا الملف موجود أو غير موجود مثل هذه القصص. لكن أنا أعتقد أن السؤال عن نهاية الأمر أو الـ exit status كافي، لأن في حالة أن ليس الخطأ الوحيد أن لا يكون الملف موجود، يمكن مثلا يكون الملف غير قابل للحذف بسبب الـ permissions أو الصلاحيات، وبالتالي سيعطي خطأ جيد. فأنت عندما تقول الفايل غير موجود كأنك حصلت كل الأخطاء بخطأ واحد أن الفايل غير موجود، لكن يمكن أن يكون هنالك أخطاء أخرى. هذا السكريبت سأحاول إضافته للموقع، وأيضا إضافته هنا حتى تعودون إليه. أتمنى أنكم استفدتم. إذا أردتم مشاهدة المزيد من السكريبتات أخبروني في خانة التعليقات، وإن شاء الله نستمر. وإذا استمرنا أود أن تذكيركم أن فيديوهات المتعلقة بهذه المواضيع ستكون تقريبا كل يوم اثنين إن شاء الله، فتابعوني ونلتقي لاحقا. مع السلامة.